بعد ما ينتهي يعني. في عندك اللي عايز يدرس ما تدرسش معتقد. يعني ايه ما تدرسش معتقد؟ يعني ما تدرسش بس الارثوذكسيه الكاثوليكيه البروتستانتيه ولا شهود يهوه، لا. ليه؟ لانك قد تكلم، ممكن تتكلم مع ناس ما بيؤمنوش بايمان الاخرين، لان كل عقيده ليها معتقد خاص، سواء في الكتاب او معتقد خاص في المعتقد. تقول لهم ما بيختلفوا؟ اه والله بيختلفوا، ده بيختلفوا في عدد اصفار الكتاب. الكتاب ده 66 صفر. الارثوذكس والكاثوليك ما بيؤمنوش ب 66، بيؤمنوا ب 73. الارثوذكس والكاثوليك ما بيؤمنوش بالاصفار اللي في الكتاب دي بس، لا، اضافوا عليها كمان اصفار. الكتاب ده بروتستانتي بس، ترجمة فان دايك دي بتاعت البروتستانت بس، مش بتاعت ولا الكاثوليك ولا الارثوذكس. دي 66 صفر. الارثوذكس والكاثوليك بيؤمنوا ب 73 صفر. في طوائف تانية بتؤمن ب 83 صفر، المعذرة، بتؤمن بأكتر من كده يعني. خلاص، بتؤمن بأكتر من كده عدد أصفار. فلا الكتاب اجتمعوا عليه ولا العقيدة اجتمعوا عليها. فأنت ممكن تكلم واحد بعقيدة بروتستانتية بقى يقول لك لا، ما أنا ما بؤمنش بكده. يعني تقول له مثلا، هل أنت تؤمن إن الإله طبيعة واحدة مش طبيعتين، طبيعة واحدة من طبيعتين؟ يقول لك لا، أنا بؤمن بطبيعتين، ناسوت ولاهوت. التاني يقول لك لا، أنا بؤمن إن يسوع هو ابن الله مش الله. التالت يقول لك لا، أنا بؤمن إن المسيح هو الله، هو نفسه الله. وبعدين حتوه. لكن لما تكون بتكلمه بالكتاب أنت بترتاح. يعني إيه بتكلمه بالكتاب؟ جيب له الدليل وقول له فسر أنت. أنت بقى لو بقى طايفتك أرثوذكس كاثوليك بروتستانت شهود يهوه مورنا ما ورناش ما شهوداش، فسر لي أنت. انا جايب لك الكتاب، انا ما بتكلمش بايه، بعقائد. ممكن تيجي تكلم واحد بقى بعقيده كاثوليكيه ولا بروتستانتيه ولا بروتستانتيه ولا تبع شهود يهوه ولا موارنه، يقول لك يا عم انا انجيلي، انا انجيلي، كلمني بالانجيلي. فده الاصل، اتقنته صح، ملكت اي حوار، ملكت اي مناظره، انتصرت في اي مناظره. طبعا انتصرت، نعم، المناظرات مصارعه. كلمة مناظرة أي تناظر من أمامك بما عندك، يعني غالب ومغلوب، لأن بغلبك لهم، غلبك أنت أصبحت فائز للإسلام، نصرت الإسلام، وبهزيمتك أنت الآن أمام الناس وأمام المشاهدين وأمام النصراني نفسه، أنت انهزمت كده، هزمت دينك كده، بيعتبرك دينك، بيقول أنت اتهزمت، إذا معتقدك انهزم. فلا بد أن تكون قوياً ذو أصول ثوابت على أدلة قاطعة قوية لا تقبل الأخذ والرد. عندك نصوص 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 نصوص، مش كلام إنشاء 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 إنشاء، فاهم؟ والله المستعان. طيب، محدش عنده سؤال فيما قلنا؟ بارك الله فيكم وحفظكم الله عز وجل. في الختام، الإخوة اللي عايزين يتعلموا برضو إزاي يردوا على النصارى وإزاي يناقشوا النصارى وينظروا النصارى، دي قناتي على اليوتيوب، فيها سلاسل مناظرات مع قساوسة ومع شمامسة وخدامين كنايس، في تحريف الكتاب المقدس، في بعض ردود الشبهات أيضا، وإثبات صحة الإسلام أو إن الإسلام دين الله الحق، 2 تحريف الكتاب المقدس، 3 هدم لاهوت يسوع وهدم التالوت، 4 الصفات الرب عند النصارى الصفات المسيئة، تمام؟ مش فاكر 5 ايه؟ مش فاكر، اظن الشيعة، بعض المسائل الشيعية لسه هبقى ارتب لها مكان ان شاء الله في حوارات، هبقى ادخل الشيعة كمان معايا، والله كريم.